السوق مفتوح، وسمو ولي العهد والملك سلمان الله يحفظهم يعني كانت لهم رسائل واضحة في الزيارات لروسيا وفي زيارات للعديد من الدول المصنعة للأسلحة. والآن يعني هنالك تعاون وثيق سواء في المعلوماتية الاستخباراتية، أي نعم قد يكون مع روسيا أكثر وليس مع الصين، وهنالك بعض المنظومات الصينية في المملكة، وهذا شيء لا يعني لا نخفيه جميعا. فقد تذهب المملكة العربية السعودية للذهاب، وهو ليس لي ذراع، لأنه هذه السياسة عندما نتحدث عن لي الأذرع فهذا مفهوم ترامب الاقتصادي البحت، ويعتقد بأن ممكن أن تتغير العقائد العسكرية والمفاهيم العسكرية بسهولة. لا، هو أكبر من كذا الموضوع. نعم هنالك إذا دعت الحاجة المملكة يعني أمامها القدرة ولديها العلاقات الجيدة بأن تذهب، وسوف تذهب يعني حاليا بوجود بايدن أو ما غير بايدن، لأنه الآن أصبح العالم كقرية واحدة. والآن حتى التنوع في الأسلحة الروسية، الأسلحة الروسية أصبحت حقيقة يعني ترتقي إلى المستوى الأوروبي، كذلك الصين. ولكن ما أرى أنا أن هنالك برأيي الشخصي هذه ضغوط، وهي رسائل للصين وحلفائها بأنه يعني هنالك التوجه للشرق الأقصى. ولكن حتى لو راحت أمريكا للشرق الأقصى، يعني حضرتك عارف بأنه الأمريكان موزعين العالم كمناطق مسؤوليات، منطقة الباسيفيك لديها القدرات العسكرية وهناك حاملات طائرات وتعاون مع اليابان وتعاون مع كوريا الجنوبية، هي مجرد رسائل تهديدية. وحتى وإن ذهبت هنالك لا أعتقد أنه حتفرغ المنطقة أو ستفرغ المنطقة من قبل وجود الأمريكان. هو ليس حبا في المملكة أو مثلا حبا في العراق، لا، هو الشريك الأول إسرائيل. إسرائيل حتتعرى، آسف على هالكلمة، لو خرجت أمريكا وسحبت قواتها يعني حتؤكل إسرائيل من قبل الفلسطينيين، لأنه فعلا إسرائيل معتمدة اعتماد كلي على التواجد الأمريكي في المنطقة.